خسارة كبيرة، ولن ترحموا عليه ونعزيه عائلته قبل كل شيء، وكان مسؤول بارز في الترجي، وولن هو ساعة من محبين الكبار للترجي، وجاب لنا أفكار كبيرة وخدم معناها بتفاني كبير وبحماس كبير، وجاب أفكار تجديدية وطور بها طريقة التسيير في الترجي، وكان معناها صاحب ديما صاحب أفكار وصاحب يعني يحب يدفع بالترجي على مستوى التسيير وعلى مستوى تحسين الموارد وتحسين المردودية في التسيير، يحب يدفع بها إلى الأمام، وكان يحب ديما يعطيها كلمته، ديما يقول نحب نعطي للترجي يعني حجم عالمي وحجم دولي. خسارة كبيرة ومسؤول معناها قدوة حق في التسيير وقدوة في الأخلاق، وكان أستاذ مسؤول مسؤولين اللي كمان هذم يتكرموا معناها سورتو جمعية كبيرة كما الترجي الرياضي وكل. إن شاء الله بقدرة ربي فصان هو يستاهل سي عبد الستار مبخوت الله يرحمه، يستاهل تكريم وأكثر من تكريم، وترجي راه ما يخليش الفرص كما هذه باش يكرم ويمجد الرجال اللي خدمته.